هل كان من الممكن للمسيح أن يسقط في الخطية؟ هل تجرب المسيح في الخطية؟ شاهدونا أحبائي المشاهدين، في الحلقة القادمة سيدور حديثنا حول هذا الموضوع على القناة الفضائية قناة الحياة، وأود أن أسمع تعليقاتك وأراءك في هذا الموضوع. إذا كان المسيح كامل بلا خطية، فهل تعرض للتجارب؟ وهل تعرض للتجارب بأن يكون متاح له للسقوط في الخطية؟ اكتب لنا أو راسلنا بتعليقاتك.